كلمنا عن واحدة من أهم التحديات اللي بتواجه الشركات هنا في مصر بخصوص تحسين مستحقاتها. طيب خلينا نقول إن ده بيرجع لعدة مشاكل وتحديات. أول حاجة إن على سبيل المثال الشركات بتواجه في وجود سيولة، مشكلة في السيولة في الشركات الأكبر، وده بيواجه مشكلة في تحصيل مستحقات أو دفع المستحقات نفسها والديون. تاني حاجة جزء إن ساعات بتحصل مشاكل ما بين الشركتين فبتأدي إن يحصل خلاف ويتم عدم التزام بسداد المستحقات أو الديون. أو آخر حاجة إن الشخص المدين أو صاحب القرار يكون خارج البلاد، وده طبعا بيؤدي لمشاكل في تحصيل المستحقات نفسها والديون. طب إيه الحلول التقليدية اللي الشركات دي بتتبعها؟ عادة الشركات بتحاول تتواصل وتحل الموضوع بشكل ودي ما بينهم وما بين الشركات التانية. طيب التسوية دي أو الحل المرضي ده بيبقى عبارة عن تسوية ما بين الشركتين، حتى جدولة المديونية نفسها أو تخفيضات معينة ممكن يقدموها في سبيل إن هم يقدموا حلول يقدروا من خلالها يوصلوا لتسوية مرضية ويحصلوا المستحقات دي والديون دي. طيب لو ما قدروش إن هم يوصلوا للتسوية دي وما قدروش يوصلوا لاتفاق وحل، ساعتها بيبتدوا يلجأوا للمسلك القضائي. في الحالة دي الشركات المدينة بيجي لهم إنذار بالتقاضي، ولو ما عندهمش نية للسداد بيبتدوا يلجأوا لطرق مختلفة للتحايل على السداد الدين ده، منها نقل الملكية أو خروج رؤوس الأموال بره البلد. وإحنا بالنسبة لنا عامل الوقت لوحده مهم، وهدفنا الأساسي إن إحنا نحصل الدين النهاردة قبل بكرة. ممكن تكلمنا عن الحلول الخاصة اللي بتقدمها AW Egypt؟ إحنا AW شركة إماراتية في الأصل، مقرنا الرئيسي في دبي في الإمارات، لينا فروع في السعودية وعمان ومصر، ولينا شركة في أكتر من 150 بلد حوالين العالم من خلال شراكاتنا والشبكة الدولية بتاعتنا. احنا كشركة قايمين بالأساس على تحصيل المستحقات والديون ما بين الشركات بخبرة تمتد لأكتر من 26 سنة في المجال ده. طبيعة شغلنا ان احنا نبتدي نفهم السياق نفسه بتاع حالة التحصيل دي والمشكلة دي، وابتدي نحدد هل احنا الدين ده قابل للتحصيل ولا لا. لو قابل للتحصيل نبتدي نحدد هيتحصل على المدى القصير ولا المتوسط ولا البعيد، هيتحصل بشكل ودي ولا هنحتاج ان احنا نلجأ للحلول القضائية، وطبعا لو هو دين محلي ولا بالشبكة الدولية. واحنا هدفنا الاساسي ان احنا نوصل لتسوية مرضية للعميل ونحصل الدين ده في اسرع وقت ممكن، ومن خلالها بنبتدي ان احنا ندرس الحالة دي بعناية ونبتدي نحدد لها انسب طريقة نبتدي نتواصل بها مع المدين، نبتدي نتحرى عنه وعن ممتلكاته، نبتدي نتحرى عن اصوله وعن وضع شركته عشان نحدد اسرع وانسب طريقه من فريق التحصيل ان هم يبتدوا يتواصلوا معاه ويتفقوا معاه على تسويه ويحصلوا المديونيه دي في اسرع وقت ممكن. ومن خلالها احنا بنستثمر كل مجهوداتنا ومواردنا في الشغل على الكيس دي وفي تحصيلها وضمان اسرع واضمن طرق سداد للعميل. واحنا AW اهم نقطه تذكر هنا ان احنا ما بنستحقش اي رسوم او عموله غير بعد ما بنوصل لنتيجه ونبتدي نحصل المديونيه والمستحقات دي. في النهاية احنا هدفنا ان احنا نبني علاقة طويلة الامد مع كل عملائنا، ان احنا نعتبرهم شركائنا في النجاح. هدفنا ان في حالة حدوث اي مشكلة مع اي عميل او شريك لينا نكون موجودين وبنحلها في اسرع وقت ممكن.